تخرج القش تاعك باش نبداو نخدم. يا انا يا هي ايوه التريب اليوم نحفر لك وندبنا خلاص خلاص طفينا خلاص 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 لا 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 هي اصلا كاينه طريق كتراح جوج من تفوت لينا حنا نخدموا له على الطريق ونقوم بها الطريق حتى هو قال الغاوه لا الغاوه حنا راح نعاودوا نجدوها نعاودوا نجدوا تم تفوت الطريق صاحب تركم كاميرا كاشي اصدارك يا مبارك رحنا باش نغطيو ولايه الوطن بدينا بولايه ورقلة صحراءنا الغاليه بدات حسيب عبد الله الضحيه رحنا له صباح ربي يا فتاح يا رزاق تخيلوا واحد صباح ربي راح تريب له داره كيفاش يكون رد الفعل تاعو تبعونا هذه بورويس عيط لباباك ولا شكون هنا الداخل هي اصلا كاينه طريق كتراح جوج من تفوت لنا حنا نخدموا له على الطريق ونقوم بها الطريق حتى تفوت لنا اوكي هو قال الغاوه قول له لا الغاوه حنا راح نعاودوا نجدوها نعاودوا نجدوا تم تفوت الطريق اوكي لا سينيسمو لا سينيسمو السلام عليكم برويس احنا مكتب دراسات جاي من الجزائر فهمني عندنا خدمه لهنايا شكون السكانين هذوما ما كاينش هذا الناس صباح راه حتى واحد راه ما لاك فهمني دوك حنايا دوك تزم هنايا باش تخرج القش تاعك باش نبداو نخدمو كيجي يا خويا الشيبان هذا تاع الدار هذه شكون الشيبان انا خويا ولدو يا ولدي ثاني مسؤول دبر راسك خرجنا لا خلينا ندخلوا نخدموا على روحنا ها يا خويا هي خلينا نروحوا اصبر لهم برك شويه معدم الوالي ها جاي مع السطار ايوا ايوا شغالي في الوالي انا سؤاله اسمع ما في سؤال انا نقول لك روح روح شنو الوالي يا راس قبيله كيف الوالي هذا روح 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 فيها وجاي راح تستاسي روح روح بعد 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 راي وكل راسي اروح راك البلدي اش بلدي هذه شكون شكون رئيس بلدي هذا هي هاي رئيس بلدي روح روح لا تكلم لا تكلم لا تكلم لك خالص خالص تخدم شو ما تقدرش مع روح تقدرش مع هذا خدام هذا خدام خدام ولي ولي بلاصتك ولي بلاصتك الله ما يفوت هاتراكس منا باش نفهمك شوف كي يجي رئيس بلدية ويقول لك اخويا يفوت تفضل خويا خاطر لا راس بلدي يا زغبا باه يا رجل لا فايجي تاع رمل يجي راس بلدي انا انا نخدم خدمتنا اخويا يا خويا شوف اهضر معاه او جاي الانجينير تاع البلديه وجاي نورمال نحن نرمل هذا مقسي راس ها؟ مقسي راس كنت صح مقسي راسي؟ تبا كان اللعب وقيلة شتاك راح نجيب المقص شتاك راح نجيب المقص ونجي روح نجيب المقص ونجي باش نقطع ركبت متنحم بيدك انا اللي نحي وما انا اللي نحي هذه متنحم بيدك انا نقول هذا المنطق لو كان واحد ما يدخل فيها او جا المهندس عامر هذا هو المهندس الله يسلمك ما عرفناش ما عرفناش شكون لابيسي عندنا الريبو الديار هذا الزوج هذا مشتريبون انا عمي كريمو كريمو هذا انت كنت ديماري اسمعني سمعت قال لك ديماري خويا اجبد روحك انا نخدم الله يسترك ها انت دوك نسقنا في الكودي ولا كيفاش؟ هلا تموت تحتها هذا ما يفوت هلا تموت تحتها هذا ما يفوتش يا الله الا ينمت هنا يفوت هو لا ما نجيش ما نتحرك من هنا باغي تقول لي كلمه يهضر معاك هو ما تيدك هو اسمع
بسم الله فهمك مليح. هذو بلديه تنهضر معاك رقد رقد تهضر معاك ارواح. هذو بلديه هذو كان عينهم فيكم وكان عطاكم ديار ما يخلوكمش في الفضل هنا. لا لا خويا الطريق هذه مباريها الوالي والمير ما تفتحش ما تفتحش الطريق هذه لما رايح لما رايح فهمني لما رايح تهوش عليا من رايح تينا تهوش عليا من رايح يا خويا ما تفوتش ما تفوتش قيمة كلا هاي معزات تحتها هنا وحوايج قيمة كلا لا 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 كاع ما تكلا حايد رملو دوك نتراسي نتراسي ونديرو لا لا تحايد رملو تحايد رملو اسمع تريب اليوم اليوم تريب يا خويا نموت ونروح حتى واحد صح حيا صح لو كون نعقبوا الطريق من هي تخلينا نعقبوها من هي تخلينا عقب من هي لا راه شق البوطو تعمل الدار هذاك ورا تاع جارك تاع جاري حاجه وجارك ما عادش كيعقبوا فيه لا لا حبس راه واش راح يخسر يخسر نخله ولا زوج نخله ولا زوج والتراب والارض الارض ما كانش في لاريتي هذيك كاع ما كانش زيد دوك نخمو كيف نديروا الحال ايوا هاكا يتي راك راك بديت ترجع للراي ما تهضرش معايا ما تهضرش معايا قلت لك ما تهضرش معايا زوج دقائق ما تهضرش معايا اسمع اسمع ما تهضرش معايا هذا كاع هذا كاع ما تهضرش معاه خرجنا خرجنا من خرجنا من الشونتي خويا خرجنا من الشونتي خويا اسمع خرجنا من الشونتي خرجنا من الشونتي برا انا نخرج لك خرج من الشونتي ما مشينا هذا فهمت واش راه هذه من حق شوف اسمع اسمع انا ماش محتاج نهضر معاك وين تنديهم خلاص ما ديناش مشاكل خلاص انا قلت راه باجي يدي خلاص بينا نروح خلاص مش ما جرب والله ما شوف اسمع اسمع انا مش محتاجك اسمع هذه هاك ايش دراهمك هذا اصبر شكون داخلين انتم عقليه هذه تاع دراهم باش دير شوف خلينا نخدم انا وشو قال لك دوك يجي راس والله تديها روح على بالي يجي يدير لنا في المشاكل اجل 200 هاك روح شوف خذ رايي هاك روح وزيد لك واش دير واش عاد دير هاك زيد لي زيد لي هاك واش دير هاو قال لي عطيني 300 وما دخلش روح اسمع قالوا عطيني 300 قال لي عطيني 300 وما دخلش روح اش روح كاع هاك اروح هذه روح ايوا هكا بعد شدوه هكا اروح انا واش هذه والله ما يفوت والله وراك مدير هذه وراك مدير خلينا نفرو خلينا هذه خلينا هذه ما دخلش راسك وراك مدير هذه خليه وراك مدير هذه لا درع ناخذ ماشينه ناخذ ماشينه ناخذ ماشينه ناخذ ماشينه ناخذ اروح دار زوزني اروح 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 زوزني اروح اروح اضرب اروح انا اروح اروح والله ما تجي برويس كبر بالك كبر بالك برويس برويس اروح برويس خلاص خلاص اوت فاصل واش دقدق صعبه صعبه زاي يا ودي ما ندموهاش اروح هادي يقعدوا فيني كاميرا كاشي اصبر 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 عبد الهادي عبد الهادي حنا قناه النهار في كل ولايه نروحوا العائله نديروا لها المشاكل على اساس انه حريبوا الهضره ونشوفوا كيفاش رد الفعل ايوا كنكلم معاك كل واحد هي صبرني انت دوك انت قبل كل شيء حكي لنا لما جينا مشينا وحكي لنا على التراساج والدنيا وكيفاش كنت تحس كيف تحس باللي دارك راح تريب ما تفوتش كيف ما تفوتش ودي والله ما تفوت انا يا هي وتموت تموت على جال دارك تموت والله العظيم مش بك تايا راه فيها عوايل سي محمد قول له عز دارك مبارك والله تقول له نشفتوا لي واش تقول لهم بمناسبة شهر رمضان؟ صحة فطوركم وكل عام أنتم بخير. إيه. وعقب العام الجاي إن شاء الله وخطر أخرى. إن شاء الله يا أخي ما زعلتش علينا إن شاء الله. وعلى بريك لا. خوتنا في ورقلة يعطيكم الصحة، كرم وضيافة. خونا برويس يعطيك الصحة. وأنتم شوفوا واش راه يستنى فيكم غدوة. شكون هذا لامينيستير نضربوا في بريك؟ إيه. باش أنا نسهروا في بريك كومبلي. إذا كنسوق باغي نسوق جوك انا مالا نخدم لي تي دانا نزار باش شوف الغرفة داير نعيا عيط وصلا بخير وين فتحة هاك هاي مغارة والله ما خصك والله ما خصك والله ما خصك ايوا ايوا اما لا غدوة ان شاء الله رانا في بلاد القبائل وين عزازقة بدات صحة صحوركم